السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأصدقائي الأعزاء. اليوم يوم الثلاثاء المصادف 30/1/2024، كان الجو غائم بس ما مطرت الدنيا، فلزمت الحديقة والنباتات كلها رشيتها بالماء وبينت عندي منظر جميل وألوان رائعة، فقررت أسوي لكم هذا الفيديو حتى أمتعكم بجمال النباتات في هذا الفصل الجميل. طبعا هنا أنا معلق أنواع النباتات، طريقة تعليقهن أنا حاطهن بالقمرية، مسوي مثل الشنقاو من السين ومعلق بيهن هاي السنادين بألوان البتونيا، اللون البنفسجي والوردي وهذا اللون المشطب، كل ألوان البتونيا معلقها هنا، وبعد شوية أراويكم نفس الألوان حاطها بالأرض ومسويات فد منظر جميل مبهر بالحديقة. طبعا معلق خلفهن نباتات دمعة الطفل، والطابق الأسفل أنواع النباتات وقسم من النباتات مجذرها بالمي وحاطها. شوفوا دمعة الطفل وجلد النمر والمكحلة ونبات المكحلة البنفسجية والعنكبوت والأجاف وجميع أنواع النباتات. نجي للحديقة، من هذا الجانب أيضا معلق سنادين نفس الطريقة. هذا النبات اللي يسأل عليه هذا اسمه زهور الضباب الزرقاء، وبعض المكانات اسمه فرشات الرسم، وهذا البتونيا البنفسجية. هنا نقاطع الصباريات، هاي الأنواع من الصباريات حاطها بهذا المكان توصلهن الشمس، بس شمس الصباح لمدة ساعة أو ساعتين. هاي النباتات والعصاريات تحتاج الشمس، فقط شمس الصباح. هنا البلاب يعيش بالظل، هذا السبانخ الهندي والبلاب والعنكبوت، أنواع النباتات هنا تحب هذا المكان الظليل، والسباركس أيضا يعيش بهذا المكان بعيد عن أشعة الشمس أو شمس الصباح. أما هاي الأنواع من الصبيريات فتحتاج إلى شمس مباشرة ما لا يقل عن من 3 إلى 6 ساعات يوميا. قرن الغزال، كل أنواع هاي الصباريات تحتاج الشمس المباشرة. هذه هنا توصلها الشمس من الساعة 6 أو 7 الصبح لغاية الساعة 1 ظهرا. هنا النباتات أنا مكاثرها أيضا توصلها شمس الصباح، وتحتاج الإنارة الخارجية مثل ما تشوفون مكاثر نباتات دمعة الطفل وأنواع من الصبيريات والعنكبوت وغيرها. بهذا الجانب زارع هاي النباتات الظلية، زارعها تحت أشجار الحمضيات ومنتعشة والحمد لله. جميع أنواع النباتات الظلية زارعها نانا، هذا الدفن باخية وإذن الفيل المشطب، وهاي الشريطية نسيت اسمها، كاراتون بيليا إذن الفيل، نبتة السلام، كف الباط، المطاط، نبتة الشراع، كف البط اللون الوردي، وكل أنواع النباتات الظلية أو كثير من أنواع النباتات الظلية زارعها هنا.
هذا كراتون نوع آخر، دفن باخية، وهذا أيضا كراتون نجي. خلي نباوع الورد وجماله وأنواعه اللي زارعهن بهذا المكان. هذا ورد الجيرانيوم، اللون الوردي واللون الأحمر، يحب مكان مثل هذا، شمس مباشرة من الصباح لغاية الظهر. الجلبرة أيضا يحب شمس مباشرة. نبات السنكيزيا أو الأمازون، عفوا الأمازون، طبعا يتأثر بالشتاء بالبرد ولكن ينتعش لما يعتدل الجو الثلجي. أيضا يحتاج الشمس المباشرة، وكل أنواع الجوري يحتاج الشمس المباشرة. أما النباتات الموسمية أو الورد الموسمي مثل ورد البتونيا وألوانه، اللاتيني أبو خنجر، هذا البتونيا اللون البنفسجي، البتونيا اللون الأحمر، والمشطب المستورد، والورد الغامق، والأبيض، والورد الثاني، والبنفسجي، والأبيض، والورد الفاتح، والمشطب، ورد الأليسيوم، ورد الشبكة، وهذا سفينة نوح، لاتيني أبو خنجر بدأ الآن يزهر، وهذا الورد الجميل ليس العلية، هذا الورد اسمه ورد خبز النحل، أيضا نبات موسمي ويحب الشمس المباشرة. هاي ألوان من ورد الدقمة الموسمي اللي يسمى ببعض البلدان ورد الزراير، وهاي ألوان من ورد الأستر الصيني، اللون البنفسجي الفاتح والوردي والبنفسجي الوسط والماروني والأبيض والبنفسجي الغامق، وهاي ألوان ورد الدقمة، أربعة ألوان، وردي فاتح وردي غامق وأبيض وأحمر. هذا مثل ما قلت لكم عليه، هذا النبات نبات ورد الضباب الأزرق. هاي الجربرة الهولندية والسجاد العراقي وكف البط أيضا زارعة بهذا المكان. نجي هنا أنواع من الداودي مزروعة كلها تحت الشمس المباشرة، هي ورد الجربرة بأنواعه، اللون الأصفر والوردي كل هاي الأنواع زارعها آني تحت الشمس المباشرة، توصلها الشمس منذ الصباح الباكر يعني من ساعة 6 الصبح لغاية الساعة 2 أو 3 الظهر توصلهم الشمس. هاي هم ألوان من الجلبرة، المكحلة أيضا تحب الشمس المباشرة، الداودي قلنا لازم شمس مباشرة حتى يزهر. كل ألوان الداودي موجودة وزارعها أنا بهذا اللاين واللاين اللي خلفه. نجي لهذا الجانب، هذا ورد الراسقي أو الفل النوع الشامي، وقت تزهيره شهر الرابع، وهذا الراسقي العراقي أيضا موسم تزهيره يبدأ بشهر الرابع، لون آخر من الجلبرة. هاي الأبصال اللي يسأل عليها، هاي الأبصال اسمها أبصال الطيطان البحري، هي نوع من أنواع أبصال النرجس ولكن تزهر بالصيف، تتكاثر بالفسائل والخلفات وبها عطر راقي كلش.
أبصال النرجس وقت تزهير هذه الأيام، تظهر بهذا الجمال وعطرها الفواح. هاي شوية انتكست من مطر أول البارحة قبل يومين. أما هذا الورد، هذا الورد دائمي، اسمه القرنفل الصيني، زارع على شكل شريط بهذا المكان بكل ألوانه. هذا لون آخر من الجلبرة، أعيدها أنه الجلبرة تحب الشمس المباشرة، وورد دائمي ويتكاثر بالبذور والتفصيص والفسائل. ولكن الجلبرة المحلية ناجحة عندنا أكثر من الأجنبية، والدليل أنه هاي العراقية مثل ما تشوفوها هسه بداية تزهيرها، ولكن شوفوا هاي كم وردة موردة هنا، 2 3 4 5، أكثر من 5 أو 6 وردات مورد، كل شتلة تورد في حال المستورد. هذا المستورد شوفوا مورد وردة واحدة، واحتمال أكو وردة ثانية. هذه أيضا من النوع الهولندي المستورد، ومورد وردة واحدة فقط. هاي هنا أيضا، ومورد هنا الورد هذا الهولندي الأحمر، هذا أيضا مورد وردتين فقط. محلي يتحمل أكثر من المستورد ويزهر أكثر، ونجاحه بالبذور ناجح جدا. شجرة السايكس أعطيكم معلومة عنها، تحب الشمس المباشرة بالهواء الطلق بالأرض، ولكن شمس الصيف العمودية الحارة تأثر عليها، فلازم نحميها من الشمس المباشرة تموز وآب وأيلول. فواكه الحمضيات الآن كلها استوت، المفروض هسه نقطفها، بس أنا ما يهلي أخطف أي فاكهة إلا في الحالة الاضطرارية خالها للمنظر والجمال. ولكن بعد أن تفرع أشجار الحمضيات وتقدح وتورد على الربيع، طبعا هذه الفواكه لازم كلها تنقطف. هذا البرتقال، وهذا النارنج، وهذا نوع آخر من البرتقال، نوع مميز من البرتقال، هذا أيضا نارنج، برتقال، وهذا اللالنجي. جمال فاكهة اللالنجي وطعمها الرائع، خصوصا النوع المحلي العراقي. أكثر من شجرة عندي لالنجي، لأني وحدة مقابل له، هاي وحدة وهاي وحدة. هذا اللالنجي وبصفة البرتقال. طبعا مثل ما تلاحظون ورد الزينيا، المعروف عن ورد الزينيا ورد موسمي صيفي او خريفي، ولكن بما انه هالسنة ما اجانا برد قوي، الجو معتدل، فنشوف ورد الزينيا مورد بهالجمال والروعة واكثر من لون. يتكاثر ورد الزينيا بالبذور، هو ورد موسمي صحيح، ولكن اذا ما مس حر شديد، عفوا برد شديد، راح يستمر ويدوم وما يموت بإذن الله. طبعا التربة مالت حديقتي دائما يسألون عليها، التربة تقريبا مخلوطة تربة زميج، يعني رمل مال شط، وتربة طينية أيضا مستخرجة من قاع النهر. أما التسميد فأنا أسمد حديقتي بالسماد العضوي، كل أنواع السماد العضوي اللي يتوفر عندي أسمد فيه. شوف ما شاء الله، هاي الأبصال أيضا، أبصال النرجس بدأت تتورد، عندي أبصال كلش كثيرة، إن شاء الله في طريقها للتزهير.
السماد العضوي اللي استخدمه أنا سماد مخلفات الطيور والدواجن ومخلفات الأغنام والخنس، وأستعمل مخلفات الأسماك ومخلفات المطبخ، ما يبقى من الأكل وقشور الفواكه وقشور الخضروات والفواكه التلفانة اللي ما تنوكل، كلها أنا أدفنها بالأرض تتحول إلى أسمدة عضوية تفيد النباتات. وبعض الأحيان أسمد بسماد الداب، مفيد جدا للأشجار من أجل أوراق خضراء وثمار رائعة. ختاما أرجو أن تكونون قد استمتعتم بهذا الفيديو القصير، وتقبلوا تحياتي مع فائق حبي وتقديري. أخوكم خالد الخياط، في أمان الله.